بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العميد الركن رضوان ابن جروح المدوش، أعلن انشقاقي عن إدارة المخابرات الجوية ردا على سياسة القتل والإجرام والتعذيب واستباحة المحرمات وانتهاك الأعراض. أنحاز بقوة إلى الثورة السورية العظيمة، وأدعو الضباط وصف الضباط والجنود الشرفاء الانضمام إلى الثورة للدفاع عن حق المواطنين في التظاهر السلمي وإبعاد الخطر عنهم. والله الموفق، عاشت سوريا حرة أبي.